حضور مكثف اللي كان عند دلاله فدلالته في جديه اعضاء المنتخبين ديالو في التجاره والصناعه والخدمات. هذه الدوره العاديه ديال شهر مارس اللي كانت مناسبه باش الساده اعضاء الجمعيات تناولوا عدد من النقاط اللي كانت مدرجه في جدول العمل، ومن ابرز هذه النقاط المخطط الاستراتيجي ديال الغرفه اللي هو من طبيعه الحال واحد المحطه اساسيه واللي هي منصوص عليها في القوانين الجديده ديال الغرف. وهذا المخطط الاستراتيجي جاء نتيجه واحد العدد ديال المشاورات، اولا مع الاعضاء، مع اللجان اللي هي تكونت اخيرا، وكذلك مع الشركاء الاخرين منهم الجامعه الترابيه اللي زرناها، مع الساده العمال اللي زرناهم في هذه الفتره هذه، واللي هاد اللقاءات وهاد المشاورات غنى هذا المنتوج اللي تنعتبروه ان شاء الله غادي يكون اطار عمل للبرامج السنويه. اللي كذلك بالمناسبه كانت فرصه ديال هذه الدوره باش ناقشنا وصدقنا على البرنامج السنوي، لانه كاين مخطط استراتيجي اللي هو تمتد على مده الانتداب اللي هو 6 سنين، وملزمين كذلك باش كل بدايه السنه نقدموا الجمعية العامة يعني البرنامج عمل، ومعه يعني الميزانية والحساب الإداري ديال السنة الفريطة. باختصار كان كما شاهدتم كان نقاش مسؤول، عدد من الإخوان والأخوات الأعضاء أعطوا آرائهم واقتراحاتهم، و كذلك تقارير ديال بعض اللجان اللي هما يعني اشتغلوا، خصوصا اللجنه الماليه ولجنه القوانين ولجنه التجاره الداخليه ولجنه المقاوله والمراه. دونك هذا الشيء كله اعتقد بان الحصيله ديال هذه الدوره هذه حصيله متميزه، واللي هو يعني تيعطينا واحد رؤيه اللي على اساسها غادي نشتغلوا الاخوان والاخوات الاعضاء الغرفه. يعني عندهم الان واحد البارومتر ديال الايقاع اللي بغينا نمشيو به. اكيد ان هذا الشيء كله تيوقع في يعني تن تن يعني تن تن تيوقع في واحد السياق وطني وسياق دولي صعيب، ولكن اظن بان بالعزيمة وبالإرادة وبالتعاون مع جميع الفرقاء إن شاء الله غادي يعني نواجهوا هذه الوضعية هذه، اللي نتمنوا أن الغرفة تساهم بما لها من اختصاصات من أجل تخطيها. شفتوا بأنه من الأعمال اللي كانت الغرفة مشتغلة على منذ زمان هو الحصول على هذه الشهادات إيزو 9001. الآن تقريبا أنا على وشك الحصول عليها، بل اكثر من هذا انه احنا دينا استباقي انه الاداره ديال الغرفه والمصالح الغرفه تتشتغل تحت يعني المرجعيه ديال هذا السيرتيفيكا ايزو، وسواء فيما يتعلق بالحكمه، فيما يتعلق بالتدبير الاداري، فيما يتعلق بالتواصل الى اخره، هذو كلهم يعني قطاعات اللي يعني هذا السيرتيفيكا يعني غادي تعطينا واحد الدفعه مهمه باش يعني تبقى الغرفه ديال كادير سوس مسا تكون متميزه، والحمد لله دائما كانت متميزه، واللي هو حنا تنعقدوا عليه امل كثير هو هذاك المركب المتعدد الخدمات اللي هو كما شتي حتى هو راه من المسائل اللي طرقنا لها، حيت كاين هناك ملحق اللي توقع واللي صدقت عليه الجمعيه العامه الاتفاقيه اللي كانت مع وزاره التجاره، واللي هو يعني تيعطي الاطار اللي يعني
وزاره التجاره ووزاره الماليه تعاقدت مع عدد من الغرف من اجل تحسين وتطوير ادائها. اذا حنايا اليوم يمكننا نقولوا بانه عندنا ان شاء الله نتمناو باش هذا الالتزام المالي يطلق سراحه في اقرب وقت. الحقيقة بكل مصداقية.